قدامنا الآن صراع المنظمين من رياض سماشرز ومن يو اي سماشرز. طبعا فضحنا الدنيا، لا لولوكاتي ما عاد تنفع لولوكاتي خلاص. شجعوا منظمنا، شجعوا العيد، شجعوا العيد المنظم، منظم الرياض، منظم. خلاص اوكي يا شباب مشينا. ها وش هو شيء؟ متى نايت از بروكن. اوكي خلاص بان متى نايت، بان متى نايت. اوكي عندنا طارق حفار يقول بان متى نايت. موافقين؟ انا موافق. قاعدين يسوون باتن شيك اعتقد. بدينا التركيب نكتب الرادم الحين بدينا نقدر. اوكي ترى اعتقد قربنا يعني نريد نقدر نسوي تي دي دي. اوكي انا بديت اقمط شوي. ايه بدوا لا شوارين. الان عندنا عرفان ديستنيشن مارك او سيف ضد حمد العويد او جديد. طبعا عندنا الله وش هذه جديدة، هذه عندنا العويد ب الشهير زي الزهري. اعتقد ان هذا الماتش راح يكون طويل جدا لانهم شخصيتين كلهم كامبي، فممكن كسر الدرع. او ماي جاد كسر الدرع بالفاس زائد شجرة. والله كسر الدرع كان مرة سريعة. اوكي الان العويد يحاول انه يدخل مو قادر. هذا بالزاوية وقاعد يرمي عليه شجر ويجد عليه انواع الخياس، هذا مو قادر يتقدم. فالحين الابروتش عنده مو قادر يسوي ابروتش. نبيطة صاروخ شجرة. هذا في يمزز ضربة شجرة خطيرة جدا. توفقت للبورتو. نايس فير. اوكي هذه غلطة شكلها. شوف قديش كبر هذا الشبكة. اوكي قاعد يحاول يسوي يخرب الاتاك. الحين معاه فوكيت جوردو ومعاه صاروخ ونبيطة. نايس الجوردو ممتاز. يبغى يجيب لو جاب فوز بس مات. اوكي هذا الجوردو خطير جدا. ما انت بس صاروخ اللي تحته. اوكي استخدام سيف للشجرة مرة ممتاز. يقفل على محمد كثير اوبشنز. مو قادر يسوي ابروتش. هو قاعد يحاول يسوي مو قادر. لكن الجيل تقريبا اللي حاولوا يسوي سترايك لكن يتفضل يصير ويرجع مره ثانيه. طبعا ايزي عادي. لا نايس فيري نايس. دف كب المويه من بعيد بحيث انه يقدر يعبي شجره. اوكي خطير. قام يجزع ضربات قاعد يطلع دمج كثير. طبعا جوردو كلهم يروحون في البوكيت كلهم يتخبون في الجيب. الان تقرب يوصل الى ال تاو تقريبا. نايس فير. طبعا ماتشر اعتقد ذي ما يقدر يقرب الشخصيات اللي تسوي لها تسوي كامبينج او ريستايل لانه هو عنده ريستايل لكنه صعب جدا انه يسوي اي شيء فيه. وكذا قرب. اوه ماي جاد توستوك. هذه كانت توستوك. ما العلاقة؟ ها تلو الكاميرا. واحد صفر لولوكاتي. توستوك كان في توستوك قبل شوي صار. فيك تعبان. اوكي اي في يزيد يقول توستوك كانت ترى.
اوكي تغيير منطقي من محمد لانه كان قبل شوي مره ما وقد يتحرك. رمى عليه البولينج. خلى في حاله الحين. نايف الفير سوى له كلاشينج مع الشجره وما صار عليه شيء. سوى رول للشجره. نايس داون بيس اخي ممتاز انه يصير عليهم بزرهم ما ينضرب ولا شيء. شجره شجره هذه المره الثانيه ينضرب فيها بالشجره. نايس داون اير الى داون سماش. يمكن هل ممكن ثلاث فجرات يرمي عليه بولينج قطع شجره. طبعا متمرس في هذا مو اللعب على الزاوية هو تخصص سيف. نايس داون اير داون سماش. ثم صاروخ وبعدين بعد هذا اوكي باك اير او باك ثرو. باك ثرو مرة ثانية. ثلاث جلات كمان مرة. عباها فاول مره ثانيه وبلع شجره. هذا الجيم ثاني نايس جيم هارد لك محمد و يعطيك العافيه سيف وكمان توستوك يزيد كم توستوكس اثنين